الكبير كابتن شوقي غريبا المدير الفني للمنتخب الاولمبي. كابتن شوقي اهلا بيك. ازيك يا حبيبي؟ ازي صحتك؟ عامل ايه؟ كل سنه طيب الحمد لله. ربنا في الاهلي يا كابتن شوقي. ربنا يخليك يا كابتن، يا رب ويا رب يكون عام 2019 كده عام سعيد علينا كلنا وعلى الشعب المصري وعلى كل الناس يعني. يا رب يا كابتن، يا رب ان شاء الله. انا امبارح طبعا حضرتك ما كنتش معايا، كان معايا النجم الكبير علاء ميهوب، وشكرنا حضرتك على مستوى كريم نيدفيد وناصر ماهر تحديدا، واتكلمت قبل كده مع حضرتك في مداخله هاتفيه كنت تشرفت معاك، ان حضرتك يعني قلت للناس ان في كريم نيدفيد وناصر ماهر لعيبه كويسين جدا جدا وظهروا مع المنتخب الاولمبي اللي خلى محمد يوسف يديهم فرص واثبتوا ان هم فعلا لعيبه كويسه جدا، لكن كان لازم اشكر حضرتك امبارح. الله يخليك يا كابتن، هو ده دورنا اللي احنا بنشتغل عشان يعني ساعات بيبقى انت عارف بتبقى دايما الناس بتبص في الاخر للنتيجه بس. تمام. لكن الادوار اللي بتبقى زي دي تبقى ادوار مجهوله، ما فيش حاسسها الا اذا كان لاعب كره زيك، انسان فاهم كويس الكلام ده كده، فبيبقى عارف ان بيحصل شغل بيتعاون فيه جهاز بالكامل، كل الجهاز اللي معاه الحمد لله ناس دوليين كلهم انتوا مصر كتير. في الاخر بيبقى قدامنا مهمتين، مهمه النتائج ومهمه الحفاظ على وكيان اللعيبه وكيان المنتخب وكيان اللعيبه اللي بتلعب في الانديه دي كمان، ان احنا لازم في وقت من الاوقات بيبقى محتاجين اللعيب ده تحتضنه شويه، تديله تساعده ان يلعب وبجهوده برضه يعني. اكيد. فالحمد لله يعني، الحمد لله خلال الفتره الاخيره دي ان احنا قدرنا يبقى بدأنا بعدد اشراك للعيبه لا يزيد عن 10%، وصلنا في نهايه السنه تزيد عن 70%. ما شاء الله. انا شايف ان ده عمل كويس وعمل ايجابي يعني. أكيد يا كابتن، طبعا عمل إيجابي جدا. حضرتك عامل تارجت لنفسك وعامل تارجت للمنتخب الأولمبي، كمان عامل فترة إعداد ما شاء الله مبكرة، وده ظاهرة صحية يا كابتن شوقي كنت لسه بتكلم فيها قبل ما حضرتك تشرفني. مباراة مهمة جدا أمام المنتخب الهولندي، أكيد حضرتك عامل استعداداتك كويس قوي للمنتخب الهولندي، أكيد كمان هتستفيد من هذه التجربة مع فريق بحجم المنتخب الهولندي. بص والله يعني يمكن أنا المخطط اللي أنا حطيته وعرضته على مجلس الاداره والمهندس ثاني بوليفا طبعا، لاحظ ان احنا من زمان يا كابتن عبد الحميد كان دايما في منتخبات الشباب والناشئين كان التارجت بتاعنا ان احنا نلعب مع فرنسا ونلعب مع المانيا ونلعب مع اسبانيا ونلعب مع تشيك ونلعب مع البرتغال، كان التارجت بتاعنا في التكوينات كنا بنعمل كده مع الحفاظ على المشاركات الافريقيه والمشاركات الاسيويه، يعني بتعمل تارجت كبير. يمكن بقى لنا 7 8 عن التارجت ده، عشان كده ما انقطعت حته وصل الاجيال شويه. يعني قعدنا عانينا في الكره المصريه 3 سنين 3 دورات ورا بعض ما بنوصلش للبطولات الاخرى اللي كان في الاولمبياد اللي هو اللي هم مواليد 91 و92 اكتسبوا الخبره الكافيه فبداوا بتاخد نتيجتها دلوقتي يعني، بس بعد فتره كان من الممكن لو تلاحم الاجيال مع بعض كان هيبقى الافاده كبيره قوي 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 قوي. اكيد اكيد. اللي هم جيل 91 اللي هم 91 و92 و93 هم لما بدأوا يكسبوا خبرة الكويسة اللي منهم صلاح واللي منهم مني ومنهم حكازي ومنهم كهربا منهم المجموعة دي كلها وتريزيجيه، المجموعة دي لما كانت بنت النتيجة وصلنا لأفريقيا ونهائي أفريقيا ووصلنا لكأس العالم، بس كان عملية تواصل الأجيال وقفت في المرحلة دي. بدأنا من دلوقتي نفكر جديا، أنا لما جيت البرنامج 18 وبرنامج 2019 ودايما أنا ببقى عشان تقدر تقدم منتخب لازم يبقى عندك المعلومات الكافيه او الدل او كلها اللي عن المدارس الكرويه الثانيه اللي بتلعبها. بالظبط. يعني ناس ممكن تقول انا ما لعبتش ليه في شهر 3 مع فرق افريقيه وانا هشارك بطوله افريقيه. اقول ان شهر 3 في 28 دوله افريقيه بيلعبوا الدور الثاني في التصفيات المؤهله للبطوله اللي هتكون في مصر. كابتن شوقي خليني اقف عند النقطه دي بعد اذنك، وانا اسف ان انا قطعتك، لكن حضرتك كلمت في نقطه مهمه جدا جدا ولازم نصحح مفاهيم البعض اللي بيقول ليه كابتن شوقي ما لعبش مباراه افريقيه وممكن كابتن شوقي المفروض هيحتك افريقيا. هو المطلوب ان انا اخلي شكلي ايه واعمل تارجت لنفسي ايه والفريق القومي ايه واطور وانمي ايه، ولا المطلوب ان انا اعمل حته بحته ان انا العب افريقيا فالعب مباراه وديه افريقيه، العب اوروبا العب مباراه وديه اوروبيه، يعني التارجت ايه او الشكل العام ايه المطلوب من المدير الفني تحديدا يا كابتن شوقي؟ بص يا كابتن حميد، يعني انا عايز اقول لك يعني هو النادي الاهلي النهارده لما بيجي يشارك في بطوله افريقيا للانديه وربنا بيكرم مصر بيفوز بيها النادي الاهلي او بيفوز بيها الزمالك او البطولات اللي احنا بنحققها دي،
لما تيجي تشوف الاعداد بتاع النادي الاهلي تلاقي عامل معسكر بتاع في المانيا او في اسبانيا بالزبط. او فرنسا بالظبط 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 بيلعب ماتشات بالظبط. النهارده مع في ظل الاحتراف اللي موجود بقت الكره في العالم كلها مفتوحه. يعني لو واحد يقول لك اصل احنا بنلعب مع افريقيا عشان قوي في الاجسام. النهارده لما لعبنا ماتش تونس انا ما شفتش اقوى من الاجسام من ماتش من فرقه تونس بالظبط. يعني كده لما تلعب مع فرق مدارس مختلفه كرويا ومدارس مختلفه في طرق اللعب واسلوب اللعب اكيد انت بتستفاد حاجات كتيره من اللعيبه. لان انت في النهايه لما تجي لك اللعيبه تجي لك محترفه. يعني انا لما ارجع النهارده اقابل منتخب السنغال او منتخب نيجيريا او منتخب غانا او منتخب الكاميرون كله محترف وبيحتاج احتكاكات اوروبيه. كله عايش في ده هم عايشين في اوروبا بالظبط بالظبط. والدليل على كده عايز اقول ايه؟ احنا عندنا مثلا مجموعه اللعيبه اللي هي محترفه في اوروبا زي صلاح واكازي والبنج الكل ما بيلعبوش اي ماتش افريقي خالص خالص. هم بيقول لك قبل الماتش ب 48 ساعه ولا ب 72 ساعه يلعبوا الماتش ويمشوا بالظبط. وعايشين نفس يعني نفس الطريقه بالظبط. لكن انا من ضمن اعدادي الحمد لله حاطط برضه في مخيلي ان لازم يكون في احتكاك بالمدارس الافريقيه. احنا يمكن لعبنا مع المدارس اللي هي بتاع شمال افريقيا اللي هي الجزائر وتونس لعبنا الاربع لقاءات اللي فاتوا. لكن في مخطط 2019 في اربع لقاءات ثانيين هيتموا مع الفرق اللي هتبقى في المجموعه الثانيه من التصفيات اللي معانا. تمام. ودول هختم بيهم برنامج المعسكر اللي هيتعمل في شهر 6 او شهر 10. تمام. تمام. لكن انا في شهر 3 عندي 28 دوله من افريقيا يلعبوا التصفيات عشان يوصلوا ل 14. مش ما كنتش الاقي حتى فرق من افريقيا ان احتك بيها فرق قويه. يعني انت عارف البطوله في العالم. وبعدين يا كابتن خلينا واقعيين يا كابتن شوقي، حضرتك بتتكلم ان حضرتك عايز تعمل منتخب قوي فلازم يبقى احتكاكات تط وناس تمام. بتفكر كويس وناس بتخطط كويس تمام. وبتلاقي طرق لعب مختلفه. لكن تمام. خلينا نرجع للمنتخبات الافريقيه مع احترامي الكامل ليهم، لعيبه بتيجي محترفه بره بينفذوا اللي هم في دماغهم مع طبعا احترامنا الكامل للمدير الفني بتاعهم، لكن اللعيب بيجي بينفذ اللي في دماغه بينفذ اللي هو اتعلمه. فلما حضرتك تطور وتحط افكار وتقابل افكار وتقابل خطط اكيد ده يرجع بمردود ايجابي كبير قوي قوي على المنتخب الاولمبي. لو ملاحظ برضه كمان يا كابتن علي ان انا خلال السنه اللي فاتت كل التجمعات بتاعتي كانت في الاجنده الدوليه بالظبط عشان ما اسببش للانديه اي مشاكل بالزبط. ان انا عايز اللعيبه ونبدا نتخانق ولا واللعيبه عندها ماتشات في الدوري وعندها ماتشات في المسابقه وعندها مش عارف ايه. فعدينا السنه كلها بتعاون كامل بين الانديه كلها بصراحه. اعتمادي البدني كله بنسبه 90% كان على الانديه. جميل قوي الحمد لله اللعيبه جايه كلها بشكل ايجابي جميل قوي يا كابتن بيشاركوا. لا دي حقيقه دي حقيقه يعني دي حاجه تحترم يا كابتن شوقي منك الحمد يعني. لله النهارده احنا في طريقه جديده بنلعب بيها اعتبار الماتشات اللي فاتت كلها تنظيم الطريقه. احنا بنلعب بطريقه 3 3 1 3 جميل. يعني الطريقه دي بنلعب بحاجه جديده خالص بنطبقها بشكل ايجابي بنطبقها بشكل كويس. يمكن الناس شافوها في ماتش تونس الاخير ان الثلاثه بتوع نص الملعب اللي كانوا موجودين كان اكرم توفيق وكريم نجد ومحمد صادق. وكان في عندي ثلاثه ورا كان الجزار وكان اسامه كمان اسامه كان نجد لا مش نجد بيكهام بيكهام تمام بيكهام كان الثلاثه اللي بيلعبوا في الخط الخلفي. وكان في اربعه كان عندي رمضان ومحمد محمود وطاهر وناصر بيه تمام. كان دول الاربعه اللي بيلعبوا قدام ناصر بيلعب تحت الثلاثه ناصر بيلعب تحت الثلاثه تمام. وكان محمد محمود وطاهر ورمضان صبحي تمام الثلاثه اللي كانوا قدام تمام. وبرده في الماتش الاولاني كنا بنلعب بنفس الطريقه بس باثنين رؤوس حربه وتحتهم اثنين. الاثنين رؤوس الحربه كانوا ناصر منسي ومصطفى محمد. والاثنين اللي كانوا تحتهم كان ناصر ماهر ورمضان صبحي تمام ورمضان صبحي تمام. يعني بنحاول نعود اللعيبه عشان البطوله في مصر جميل قوي جميل قوي يبقى عندك الشق الهجومي دايما في الفريق مع الحفاظ على في النهايه على الوضع الاماكن او التمركز الدفاعي. الحمد لله اللعيبه بدات بجدها بشكل ايجابي بدات بشكل كويس. يمكن احنا اتفقنا على مباراه هولندا خلال الاسبوع الجاي باذن الله هيكون في على مباراتين تانيين في نفس المعسكر اللي هتعمل في اسبانيا. جميل يعني في المعسكر ده ثلاث مباريات مترشح لنا اكثر من دوله باذن الله برضه هناخد مدارس ثانيه مختلفه باذن الله خلال الاسبوع الجاي هيتم الاتفاق وهيبقى خلال المعسكر اللي هيبدا هنلعب باذن الله ماتش يوم 20 وهنلعب ماتش يوم
22 وهنلعب ماتش يوم 26. يمكن ماتش هولندا كونفيرم خلاص يوم 26 بالظبط، هو الاتحاد الهولندي اعلن كده فعلا. خلال برضو الاسبوع اللي جاي هيكون في الماتشين التانيين هنعلنهم، وهنعلنهم وهيبقوا برضو ماتشين مع فرقتين كبار كبار جدا، وفرقتين معروفين ومدارس كرويه ثانيه مختلفه، وفرقتين كويسين نقدر اللعيبه كمان نشركها، كل اللعيبه اللي اتفق معانا خلال المعسكر اللي كان في اسبانيا. وبالمناسبه برضو كابتن حميد، المعسكر جميع المعسكرات اللي اقيمت للمنتخب الوطني الاولمبي لم تكلف الدوله الا تذاكر الطيران فقط. حضرتك قلت لي حاجه جميله جدا، حاجه جميله جدا حتى المعسكر اللي جاي. جميل جدا مع شركه بلايستيشن بصراحه، اي مقدور كبير في هذا العمل. كابتن شوقي كل التوفيق لحضرتك، لكن عايز اسالك سؤال، ماذا بعد المنتخب الاولمبي للكابتن شوقي غريب؟ بص خليني اقول انا عندي امنيه كبيره ان احقق لبلدي حاجه، انا لعبت في الاولمبيات وانا لاعب. اتمنى ان انا احقق انجاز زي ما حققت انجاز وانا لاعب في البطولات الافريقيه، خدت البطوله وانا مدرب ولاعب. اتمنى ان انا يعني ربنا يوفقني ويوفق جميع اللاعبين معانا والجهاز ان احنا نحقق حاجه جديده للكره المصريه في الاولمبياد دي يا رب، او الصعود ونحقق حاجه تضاف لرصيد الكره المصريه باذن الله. ان شاء الله. خلاص هنخلي السؤال ده ان شاء الله بعد ما حضرتك تحقق اللي حضرتك عايزه باذن الله. شكرا بإذن جدا ليك كابتن شوقي، كل التوفيق ليك مع المنتخب الاولمبي المصري. كابتن شوقي غريب شكرا جدا لحضرتك.